انا اول مره اشوف الفيلم، يعني انا بجد مبسوطه بيه قوي، ومبسوطه بالنتيجه، مبسوطه بالمجهود كل الناس، باين من سيناريو، من اخراج، لتمثيل، اداء، انتاج. الصراحه انا مبسوطه قوي قوي بالفيلم. مين توأم روح عايشه؟ مين توأم روح عايشه؟ ماما وبابا وقطتي وكلابي. لو ليكي توأم روح ما اعرفش. ليكي توأم؟ لا الحقيقه مش روح توأم شخص، مش عارفه يعني، مش فاهمه. توأم ليكي توأم انت؟ لو ليكي توأم لما يبقى فيها فكر بقى. عائشه، نهايه الفيلم ناس كثيرة ما فهمتهاش، تواجدك انت وامينه اللقطه الاخيره، انتوا عايزين توصلوا ايه؟ لا ما ينفعش برضو احرق الفيلم للناس اللي لسه ما شافتش، بس هو الموضوع الفيلم يعني الجانب النفسي فيه يعني مهم جدا وطاغي في الفيلم، ف ما مش هعرف اقول ايه طبعا استاذه رجال جداوي الله يرحمها في كل ظهور ليها، يعني ما مش عارفه الكلام اللي هي بتقوله جدا، فده خضني بجد واثر فيا قوي، دي اكتر حاجه. ده مش اول تعاون، انا اوريدي تعاونت معاه في فيلم الخليه. لا طبعا الشغل مع امينة ممتع جدا، والشغل مع حسن برضو ممتع جدا بصراحه، يعني اتبسطنا قوي في باريس، قوي قوي قوي، كان في طاقة حلوة قوي هناك، وحوالي أسبوع كده. شكرا شكرا شكرا, شكرا.